اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه. كما عودناكم نستضيف نخبه النخبه من ابناء هذا الوطن عزيز. وضيف حلقه لهذا اليوم ضيف مميز ابن بلد اصيل. رحبوا معي بالاستاذ نصر حيصات ابو احمد. بدايه يسعد مساك. مساك اهلا وسهلا. استاذ نصر حيصات، ممكن اعرف الساده المشاهدين اكثر وانت غني عن التعريف، من هو رجل الاعمال استاذ نصر حيصات؟ بدايه سيره حياتك المهنيه والعمليه. أول شيء أهلا وسهلا بيكم، أنا نصر الدين أحمد عبد الله حياصات أبو أحمد. جميل. بدأت العمل بالعام 2006. فكرة طبعا بعد التقاعد من القوات المسلحة، وراودتني فكرة أني أفتح محل مواد بناء، والحمد لله رب العالمين منذ 2006 وإحنا شغالين. جميل. الآن تحدثنا أكثر عن مؤسسة التقوى لمواد البناء، ما هي الخدمات، ما هي المبيعات التي تقدم؟ إحنا مؤسسة التقوى لمواد البناء تقدم الخدمات كل ما يتعلق بالبناء ما عدا الإسمنت والحديد. جميع ما يلزم المشاهدين طبعا عبر منبر قناة جسات لمواد البناء ما عدا الإسمنت والحديد في مؤسسة التقوى لمواد البناء. أستاذ نصر حيصات، من أين أتت الشعبية لرجل الأعمال نصر حيصات وخاصة لمؤسسة تقوى لمواد البناء في منطقة السلط؟ والله أول شيء الحمد لله رب العالمين، الصدق والأمانة مع تعاملنا مع الزبائن هو أكسبنا أكبر شعبية، وهم اللي عملونا الدعاية زبائننا. جميل، ما شاء الله عليك أستاذ نصر. أستاذ نصر، كل إنسان له طموح، له نظرة مستقبلية، ما هو طموحك لمؤسسة التقوى لمواد البناء؟ إن شاء الله مفكرين إحنا مواكبة الحداثة والتطور. أنا حديثا أدخلت خلط الألوان بواسطة الكمبيوتر. جميل. وإن شاء الله ناويين ندخل مشروع اللي هو العزل للمباني بأحدث الطرق إن شاء الله. جميل، إن شاء الله نتمنى لكم تقدم الإزدهار أكثر وأكثر عبر منبر قناة جوسات. أستاذ نصر حيصات، مثل ما لك طموح هناك نظرة مستقبلية، برضو كل إنسان بتواجه مشاكل وتحديات ومعوقات، ما هي المشاكل والمعوقات اللي واجهتك منذ الافتتاح حتى الآن؟ والله هي المشاكل والتحديات اللي واجهتني واجهت الجميع وليس أنا، يعني الظروف الاقتصادية والمحيطة حوالينا كما تعلم أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام. والحمد لله الأمور ماشية الحمد لله. أستاذ نصر حيصات، شو حاب توجه رسالة أخيرة عبر منبر قناة جوسات؟ والله رسالتي الأخيرة إنه إحنا يا ريت الناس تحذو هالحذو هذا اللي هو إحنا مشان نشغل ونخفف من البطالة على الشباب اللي بمقتبل العمر، وخصوصا عندنا البطالة كما تعرف إنه بازدياد، فإحنا من خلال هالمؤسسة يعني قدر الإمكان نقدر نشغل اثنين، لكن في عنا شغل جزئي وهو من الصنايعية لصيانة المباني كافة، نقوم بخدمة الزبائن بتأمين الكهربجي والحداد والنجار والمسرجي وجميع ما يطلبونه الزبائن، نقوم بتشغيل مثل هؤلاء بشكل جزئي. ما شاء الله عليك سيد نصر حيصات، زي ما حكيت لك بداية اللقاء انت فخر للشعب الاردني من اهل الكفاءات وابن بلد اصيل، ما شاء الله عليك. تسلموا، شكرا لكم. استاذ نصر حيصات، الاردن تنعم بنعمة الامن والامان، الاردن عبارة عن حديقة داخل حريقة، اوضاع الدول حوالينا اوضاع دول ملتهبة، ماذا تعني لك نعمة الامن والامان؟ اول شيء بحب انتهز هذه الفرصة بمناسبة عيد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون. ونحن في نعمة الأمن والأمان في الأردن كما تعلم بأربع جهات محيطة لدينا ملتهبة، والحمد لله رب العالمين لولا نعمة الأمن والأمان جزء ما قدرنا نصور هاللقاء هذا مع بعض.
صحيح أستاذ نصر حصات، والله يديمها علينا من نعمة، طبعا تحت القيادة الهاشمية. آمين. في نهاية اللقاء الجميل معك، أنت من القوات المسلحة سابقا، أكيد ممكن قابلت جلالة سيدنا، لو حالفك الحظ وقابلته مرة أخرى تحت هذه القيادة الحكيمة، تحت هذه القيادة الرشيدة، ماذا تود أن تقول له؟ والله حقيقة يعني ما يمر به المحيط الملتهب، أول إشي جلال سيدنا مش مقصر، يجوب العالم شرقا وغربا من أجل يخلي الأردن نموذج يحتذى به لكل من أراد أن يدخل الأردن ويلجأ للأمن والأمان. صحيح أستاذ ناصر، ونحن نقول له عبر منبر قناة جوسات، تقدم يا أبا الحسين ونحن جنود من خلفك. في نهاية اللقاء الجميل معك، ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر عن مؤسسة التقوى للمواد البناء، عن الموقع وأرقام الهواتف للتواصل. موقعنا فوق جامع عزري بالسلط باتجاه البقيع حوالي 400 متر. هاتف المحل اللي هو الموحد 0-2-140-22. جميل، سوف تظهر أرقام على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير أستاذ عمر الدوايمة. في النهاية أنا بتشكرك لاستقبالك الرائع لمنبر قناة جوسات عندك مؤسسة التقوى لمواد البناء، ولدعمك برنامج كفاءات أردنية، وأرجو أن تسمح لكاميرا قناة جوسات بالتجول داخل مؤسسة التقوى لمواد البناء لاستعراض بعض لقطات الفيديو. قبل النهاية بحب أني أوجه الشكر لقناة جوسات ولبرنامجكم المميز اللي هو كفاءات أردنية، وبارك الله بكم على هذا اللقاء لإتاحة الحوار مع كافة شرائح المجتمع والمؤسسات. وإحنا نتشرف فيك أستاذ نصر حصات، وأنت من أهل الكفاءات الأردنية وابن بلد أصيل ما شاء الله عليك، وشكرا لك. شكرا لكم مرة ثانية. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله. على ابوابه